خذوا هذا الموقف العجيب. قتيبة بن مسلم الباهلي انطلق حتى وصل إلى بلاد الصين، انطلق من بغداد ولم يقف إلا عند أسوار الصين، فتح بلاد المسلمين كلها، ودخلت آسيا في الإسلام دولة خلف دولة. فلما وقف عند باب الصين، وكانت الصين منيعة حصينة ومن أقوى قوى الأرض، ولا يعرفون ما هم العرب، وليس للعرب شأن عندهم، فلا حضارة ولا تاريخ ولا مجد. فلما وقفت الجيوش على تلك الأسوار العظيمة، أرسل ملك الصين لهم وقال: يأتينا مندوب منكم نرى ماذا تريدون. وقد لم يكونوا كثرة، كانوا في نظرهم قلة مقارنة بالصين آلاف الملايين من البشر. فلما قالوا لقتيبة: ملك الصين يريد وفدا، أرسل لهم 10 من الرجال، عليهم أحد التابعين اسمه الأكلبي، وانطلقوا وخططوا لخطة عجيبة. أتوه في اليوم الأول وهم يلبسون الثياب البيضاء الجميلة الناعمة الهادئة. فلما دخل الوفد وكانوا 10 من الرجال، لم يكلمهم الملك ولم ينظر إليهم، ثم انصرفوا. فقال الملك لمن معه: ما رأيكم في هؤلاء؟ قالوا: إن كان الذين خلفهم مثلهم فلا خوف علينا من نعومتهم ومن حسن ملبسهم وجماله. فلما كان من الغد استأذنوا على الملك ودخلوا، فإذا بهم قد لبسوا العمائم، وإذا بهم قد تهيبوا في لبسهم وأحسنوا من شكلهم. فلما دخلوا اختلفت الوجوه، انصرفوا ولم يتكلموا مع الملك. فقال الملك: ما رأيكم بهؤلاء؟ قالوا: أما اليوم فيختلفون، ليسوا كالناعمين الذين أتونا بالأمس. فلما كان اليوم الثالث لبسوا لباس الحرب، وكان العربي إذا لبس لباس الحرب ترى الموت في عينه، ودخلوا بسيوفهم ورماحهم ودروعهم حتى وقفوا عليه. فما أن نظروهم حتى هابوهم. فقال الملك لمن معه: كيف رأيتموهم اليوم؟ قالوا: رأيت المنايا تحملها المطايا، أي رأينا رجالا يحملون الموت في أيديهم. الوضع اختلف. فقال: ليأتيني رئيسكم. فدخل عليه رئيس القوم فقال: لبستم في اليوم الأول كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، لماذا؟ قال: أما اليوم الأول فأتيناك بلبسنا بين أهلنا وأحبابنا وأقاربنا.